كان ذلك العالم يقول إن الإنسان الذي لا يهتم بعمله اليوم لا يحق له التحدث عن أحلامه. كانت لديه ظروف صعبة، ولكن إرادته الصلبة التيل أوصلته إلى ما يريد. ولكن بعد التعب حقق ما أراد، حقق ما أراد. أجل، حقق، وأنا مثله. ما علي سوى الصمود. صباح الخير أيها الأصدقاء، جهزت حالي وهلا لازم بسرعة أروح لأنه التاكسي ناطرني الأوبر. رح روح بالأوبر لأنه ساقي عم توجعني كثير، مش رح أتحمل البرد. وبس هيك لابسة بنطلون تحت البنطلون تحت البنطلون، ولابسة مليون زرابة عشان البرد هذا. يلا إن شاء الله إنه ما يصير لي ولا شيء، لأنه ناوية أرجع بالمواصلات عشان هيك. يلا بيست أوف لاك نيرة، باي بيبي. هون أصدقائي بلشت الروتيشن تبعنا. أول شيء يعني دكتورتنا دعتنا أنه ندخل في عمليتين جراحتين. العملية الأولى كانت عملية إجهاض زي ما شايفين في الصورة تبع الالتراساوند الجنين، كانت وقتها حمل في الأسبوع الخامس وقت اللي سوت العملية تقريبا في الأسبوع السابع. وبس كانت خفيفة لطيفة يعني ما أخذت وقت وتخدرت والوضع كان سليم. بس هل نجي للعملية الأهم؟ الباشينت الثانية ست كبيرة في السن عندها endometrial hyperplasia اللي هو ما قبل السرطان، يعني في growth abnormal growth ل endometrial tissue. أول شيء شافوا يعني هذا النمو لهي الخلايا يعني الغير طبيعية عن طريق الهستيروسكوبي، وبعدين الدكتورة يعني شالتها وكل شوي يعني بشي تشيك يعني بالهستيروسكوبي وترجع بعدين تشيل شوي وهكذا. كانت موجعة شوي رغم أن الباشنت أخذت المخدر. وبس هاي هي الحالة، يعني قالتنا الدكتورة انه من الحالات هاي كثير متكررة. وبس هي كانت عملية جدا بسيطة ما اخذت يعني يمكن 5 دقائق لعشر دقائق وخلصت يعني. وهذا هو كان يومي في قسم النساء ايها الاصدقاء. وبعد ما نخلص الجزء البراكتيكال نروح للنظري، بيكون عنا درس وبنروح نتناقش فيه. دكتورة تسألنا مثلا وإحنا نجاوبها أو هي بتشرح لنا يعني الحالة. وفي هذا اليوم الدكتورة طلبت مني أني أنا أشرح الحالات اللي إحنا شفناها اليوم، فشرحت لزملائي بمختصر بسيط. بعدين بلش الدرس تبعنا أنه هيك نتجمع كلنا، تسألنا الدكتورة أسئلة ونتفاعل معها وتشرح لنا مثلا كيس معينة أو باثولوجي معين وهكذا، يعني بيتكرر الموضوع بشكل يومي. زي ما شايفين حالي بلاكتوز فري، زي كمان ما شايفين السجلوتين فري. هذا دقيق الحمص، رجعت يا أصدقائي من المشفى سويت فطوري ولازمني بسرعة أني أنظف البيت أجهز حالي أطلع لليوغا كلاس، وبعدين عندي كمان لغة روسية فلازمني ما بين اليوغا في عندي ساعة ونص ما بين اليوغا واللغة الروسية أرجع فيها حفظي، لأنه عندي راسكاز. راسكاز هو عبارة لك تعطينا تكست. أنا حالياً أنا عم باخذ اللغة الروسية، الطب الروسي تحديداً البارت تبع الجاينيكولوجي، لأنه عندي امتحان في سنة سادسة رح يكون بالروسي على الجاينيكولوجي اللي هو النساء. فهم حالياً عم يعلمونا الطب الروسي عشان نعرف نجاوب بالروسي في الامتحان ونعرف نكتبه هيك.
المهم في عندي تكست لازمني اسمه للدكتورة، يحكي على البريجنسي، انواع البريجنسي. بس هيك او ماي جاد، هذا هو ريجيمي، هذا هو دايتي يا جماعة، هذا اللي حطيته يوغورت على فكرة، يعني لا تستغربوا انه السكر يوك حبيبي، ما فيش سكر في حياتي، حتى قهوة بدون سكر. شكلي حاعتزل القهوة قريبا لانه قهوة صارت بدون سكر. اكسكيوز مي، انا بحب لما بشرب قهوتي بكون هيك عم فكر، عم اراجع نفسي، لانه هذا هو الوقت الوحيد اللي عندي في اليوم عشان اقعد فيه مع نفسي. بقية اليوم رن 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 رن، فكنت عم فكر انه او ماي جاد، انه بعد كم يوم رح يكون في عيد ميلادي، وانه مني اللي بيعرفني من زمان وبتابعني يعرف انه انا في عيد ميلادي بقعد اجلد في نفسي، او ماي جاد ما حققتش تقريبا من اللي صار عمري 27 سنة ما عاد اجلد نفسي. يعني بتذكر انه لحد 26 سنة وانا بجلد في نفسي انه واي وما بعرفش ايش وليش، انه انا مش خوف من التقدم في السن، انا ما عندي خوف من التقدم في السن، كلنا راح نكبر يعني، بس كواحدة طموحة انه انا عم بكبر في السن وبعدني ما حققت طموحي، لانه كنت حابة زي اغلبية الناس انه I want to become rich في العشرينات تبعي، بس شكله انه هالشي يعني مش راح يصير في العشرينيات مع الاسف، بما اني اخترت مجال صعب ومجال يعني I do believe انه انا في السن هذا وبالعقلية هي انه انا كان لازم اكون اكثر صريحة مع نفسي وما بستمع لعائلتي شو بدهم، بالاحرى بفكر انا شو بدي، لانه عنا في المجتمع دكتور 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 it's job انسانية، عرفتوا يعني انسانية بحتة، وانا طموحي في الحياة I want to become rich، جدا واضحة وصريحة بدي اكون انسانة غنية. فكرت اني I become rich بطبيبة شيء جدا غلط، تفكير جدا سطحي طبعا، لاني كنت صغيرة في السن ما بفهم هالاشياء. هيك انا حتى لما بختار التخصص تبعي ما رح اختار التخصص like، بعرف كيف اوصلكم الفكرة، انه رح اختار تخصص تجميلي، يعني انه انا if I gain money no one gonna like say to me انت مادية والطب مهنة انسانية، لا I'm in cosmetic، انا في مجال تجميلي artificial، على عكس بحس انه في بريشر كثير على الاطباء انهم بيفكروا في الماني، بينما كل الناس وكل المهن بتشتغل عشان تقبض اجر، ما بعرف المفيد لعلي، ما بدي افوت في هالموضوع هذا. فاللي حبيت اقوله انه انا متصالحة حاليا اكثر مع حالي، او ماي جاد كبرت، اوكي هاي بودع يعني في عشريناتي، بس I'm so happy وبعرف انه رح يجي يوم ورح احقق الشيء اللي انا بدي يعني. بس ما بعرف، حبيت اشارككم هالشيء، كنت بدي احكي معكم اكثر بس الكاميرا رح تطفى، لازمني اروح اشحنها عشان اكمل اصور لكم باقي الفلوج. يلا cheers baby. حاليا رايحه لليوغا كلاس، خلصت التنظيف الحمد لله، لسه لازم اكب زباله بس راح اكبها بعدين المساء. عندنا كل شيء هون بالدور، تنظيف كب زباله كل شيء بايامه. المهم ناطره على الاوبر عشان اروح لليوغا كلاس، متاخره بس الله غالب، حاولت كنت راح اتاخر 5 دقائق. It is what it is.
So let's go. نشوفكم في اليوغا كلاس. جيت في الموعد وهي المتأخرة وشايفين إصلاحات في صوت إصلاحات هون. جتني هلا رسالة من واتساب انهم لغوا الروسي. That's good. في عندي وقت اذاكر لانه لازم اذاكر اليوم نسا وادح لانه غبت حصتين عشان ما كنت عارفة امشي بسبب انه سيادتك كان في ضغط على سيادتك نعرف. We head for land. I will be fighting to hold the line. We're never hiding, we never lie. And I'll be coming home, and you'll be going strong. And I know that so reason. Now I'm ready to be home. Yeah, ready to be home. I need to cook at the statue. Yeah. Banana is everywhere. So we green, which is green smoothie. أعطيكم لمحة على السموذي تبعي. في أعواد الكرافس باخذ عودين سبينات عصر ليمون خيارة كاملة وتفاح خضر كاملة وشوية جينجر. أحيانا يا أما أحط سبيرولينا ملعقة صغيرة أو كلوريلا هاي سبيرولينا معها المورينجا. كم مصدر يعني كثير قوي للبروتين. بحط ملعقة صغيرة من المورينجا سبيرولينا أو ملعقة صغيرة من الكلوريلا. مثلا ما بأخذهم في نفس الوقت عشان ما بيعطوا مفعول، لازم كل واحدة لحالها. إما هاي تاخذوها في الصبح أو هاي تاخذوها في الصبح أو العكس بالعكس، يعني واحدة الصبح وواحدة بالليل. anyway. بس هذا هو، هذا لنضارة البشرة، غني بالفايبر، كثير كثير مفيد للصحة، في كثير يعني مينرالز وفيتامينز. هذا هو الجرين سموذي،
وهون رح صفيه بالفلتر باج. هي اشتريتها من شيئين، هم 4 قطع وهي اصغر فلتر باج فيهم. بصفيها حتى يجيني سائل يعني زي المية، بشربه بس هيك. هون جماعة شاي صار جاهز. سو هاي مكرونة سون جلوتين، جلوتين فري، 5 معالق المفروض، بس انا حطيت 4 معالق وحطيت معاها ملعقة عدس و 250 جرام من البروتين. هذا فيلي دجاج مشوي. وطبعا ثاني اهم يعني شي هي السلطة، حتى فيها جرجير، فجل، زبيب، زيتون، طماطم، بقدونس، كمان خيار، وشو كمان، خس. هذا هو اكلي، جلوتين فري، لاكتوز فري، كالوري ديفيسيت، وانتي انفلاماتوري.